hvordan er du? Comment ça va? Feedback. How are you? Bokstav. Ja. مع التزايد المفرط لأعداد اللاجئين القادمين للنرويج أصبح هناك حاجة ملحة لدى الحكومة هنا لتسريع اندماج اللاجئين الجدد، وباعتبار أن اللغة هي المفتاح لأول باب في المجتمع الجديد، فلا بد للاجئين من إتقان هذه اللغة حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع. مقهى اللغة مشروع لجمعية المساعدات الشعبية النرويجية، الهدف منه بناء علاقة بين اللاجئ والمواطن من خلال اللعب معا وتعلم كلمات جديدة. والهدف من المشروع هو جلوس أشخاص من ثقافات مختلفة لكي يلعبوا معا لعبة أميغوز، ومن خلال اللعب سيكتشفون كلمات جديدة تساهم في تطوير لغتهم. من ناحية أخرى يرى القائمون على المشروع أن الناس هاجروا المكتبات وانشغلوا بالحياة الرقمية، وهذا المشروع فرصة لإعادة علاقة الناس بالمكتبة من جديد. اللي صار أنه المكتبات بهاي الفترة الأخيرة صارت الكتب الإلكترونية، وفي عصر التكنولوجيا مثل ما نحن بنعرف، لذلك عم نحاول نستخدم المكتبات لخلق مساحات يلتقوا فيها الناس مع بعض، القادمين الجدد والسكان المحليين. بناء جسور بين مجتمعين يحتاج إلى أن يتعلم المجتمعان عن بعضهما البعض من خلال تبادل ثقافتيهما، وهذه اللعبة سبيل إلى ذلك. اللعبة هاي بيتعلم الواحد بشكل عفوي وفعالية جدا، مثل ما بيقولوا exemplary أو مثالية للشيء اللي هو بنحكي فيه إنه building bridges، بناء الجسور بين فكرين اثنين، مجتمعين اثنين مختلفين، سياستين اثنين مختلفة. كثير من النرويجيين كانوا مهتمين جدا بتعلم بعض الكلمات العربية والتعرف أكثر عن ثقافة أصحاب اللغة الضاد. استمتعت كثيرا من خلال لعبي مع أحد الأشخاص العرب، ولقد ساعدني في تهجي الكلمات العربية الصعبة، وأنا ساعدته في تهجي الكلمات النرويجية الصعبة. كان شيء ممتع وأعطاني رغبة لتعلم اللغة العربية أكثر. المجتمع النرويجي شبه مغلق، وهكذا نوع من الفعاليات يعطي فرصة أكبر للاجئين لكي يتعرفوا على أناس جدد، خصوصا أن بعض اللاجئين يمنعهم خجلهم من ذلك. صدنا رحب يعني وبيحكوا معك يعني فورا، وكثير شغلة حلوة عم تعلم وانت عم تعلم وتتعلم وتكسب أصدقاء. يعني أنا هلا مثلا قاعد مع خمس نراجع عم أحكي معهم، عم ناخذ عم نعطي علاقة وصداقة. يعني شفت لهم المجتمع كثير ناس بس يعني انه بحاجه يحكوا، بس انه يمكن عندهم حاجز انه يمكن ما بيعرفوا الشخص بيخجلوا منه، بس لما بيقعدوا معك اول مره بيصيروا بياخذوا بيعطوا فورا، بتلاقيهم بس بدهم يحكوا. يعني شغله كثير حلوه انه هالعالم مجتمع هيك، وهذا يعني كثير يعني يوم جميل صراحه، كثير حلو هالشيء. عدد مفردات اللغه النرويجيه يبلغ 10% فقط اذا ما قورن بمجموع مفردات اللغه العربيه، ومن حسن حظهم ان العرب هم من يطلبون اللجوء هنا. ولو كان العكس ممكنا لاحتاج النرويجيون سنينا لإتقان بيت واحد من المعلقات السبعة، والتي كثير من عرب اليوم يجهلون معناها. لقناة أنا أرتي عربية، شهاب البادي، أوسلو.